السلام عليكم، معكم علاء البخاري 29 سنة، نيفو بكالوريا، حامل شهادة دبلوم إلكتروميكانيك من مدينة آسفي بالضبط بحي كور الزنقة التخصصي. ومرحبا بالجميع. الفكرة كانت جاتني كأي شاب من شباب ديال مدينة آسفي اللي كنقلب على خدمة في المدينة، يعني في جميع الوزينات، لا الوزين لو سي بي والوزين صبير السمك، يعني ما كانش واحد الرد لمده عامين وحنا كندفعوا السيفيات كيقول لك تنعيطوا ليك والو. يعني وجاتني هذه الفكره هذه، كنت مريح وانا نقول اجي ندير شي حاجه نقدر نعاون بها راسي ونعاون بها والديا، نوض ندير شي حاجه. كنت جبت، كان عندي واحد الكونتوار محطوط في الدار، كنت مشيت جبت البيريزيان، بديت بالبيريزيان، قلت نقدر نصور نوخر نوفر غير واحد 600 ولا 800 باش نعيش. نكون انا في العشيه، كنت كنجي مع الخمسه العشيه حتى للتسعه الليل. من بعد يعني كانت عندي واحد الحب ديال واحد الاكله ديال الطون اللي حاولت قلت نطبقها ونديرها، اللي لقيت اقبال كبير ضفت الطون، اللي لقى اقبال كبير في يعني في الحومه كامله وفي مدينه اسفي كامله، يعني اللي كيجوا عندي زبناء اللي كيجوك من جميع النواحي ديال المدينه، وعندك كليان يعني اللي كيعطوك تحفيزات كرفعوا لك المعنويات. هادشي علاش بفضلهم انايا وصلت لهذا المستوى، يعني واخا باقي غادي كنطور بشويه بشويه، يعني راه غير مازال يلا عندي دخلت الكروسه نهار الاول، يلا شديت هذا الكونطوار هذا يعني صلحته قديته بوحدي كيف ما كتشوفوا. حاول طوق بشويه هي هذيك، يعني مازال ناقصني بزاف الماتيريال، باقي نقدر نوفر بشويه بشويه باش نقدر نقدر نوفر هذا الماتيريال. يعني كيف كانت البداية؟ البداية كانت جميلة عن طريق عرابة اللي كانت لقات عنده واحد الشعبية في مدينة اسفي كاملة، كيعرف الطون علاء، يعني فيما مشيت كنجول في الشوارع ديال المدينة يعني الدراري صغار كبار يعني محبوب عند الجميع. هذا الشيء اللي خلاني انني نقدر نزيد نطور راسي ونزيد نخدم على راسي. هاد الشيء علاش يعني التحفيزات ديالهم جميله، يعني هذا هو السبب اللي خلاني نوصل. يعني واخا انا ماشي وصلت او لا شي حاجه، يعني مازال باقي يلا كنطور في راسي، مازال يلا البدايه، يلا دخلت المحل باقي بشويه بشويه، مازال خاصني بزاف الماتيريال، يعني اللي خدام ماتيريال بسيط والحمد لله عندي اقبال كبير عند الزبناء اللي عندهم واحد الثقه تامه فيا، وهذا الشيء كنشكرهم بزاف. يعني كنطلب من المسؤولين ديال مدينه اسفي ان واحد التفاته بسيطه لهاد الشباب ديال المدينه اللي كيقلبوا على خدمه وما كيلقاوش، يعني كيوي كيمشيو يريحوا في القهاوي، يعني ما كاين ما يدار. هذا هو الطلب الوحيد اللي كنطلبوا من هاد الناس هاد المسؤولين، يعني يدير واحد التفاته اللي بسيطه للشباب، يعني الشباب باغي تخدم كتقلب على خدمه. يعني انا الفكره نهار انا قبل من طاح عليا الفكره كنت كنفكر انني نهاجر البلاد، يعني كنت كنقلب على نمشي عبر قبوارة بالموت. يعني من بعد الفاجعه اللي كانت وقعت في المدينه الناس ديال الحومه الدراري اللي كانوا توفاو، يعني اللي كانت حزنات المدينه كامله على قبلهم اللي وبنوا والديهم، يعني بلاش حنا نطيحوا في نفس الغلط ونتسببوا شي مشكل لوالدينا او لا. هذا ما كان، هذا الشيء علاش انا قررت ندير شي حاجه ديالي، وربي سهل على الجميع. وكنصح وكنعاود كنعاود نطلب من المسؤولين الله ما عافاكم الى ما شوفوا من هاد شوفوا من حال هاد الشباب هادو ديال المدينه. لا عندنا شباب تبارك الله يعني اللي قاريه واللي حاملين شواهد عليا خاصهم، ومريحين كتلقاهم مريحين معاك، كتمشي للقهوه تلقاهم مريحين ما خدامينش، يعني هذا كتحس بواحد
إيميل كبير في المدينة لأولاد المدينة. على رسالة للشباب يعني ما تسناوش أن المسؤولين يخدموكم أو الوزينات، يعني يقدر يدير شي حاجة ديال راسه وغير يلقى فيها راحته وغير يدير النية يصفي نيته مع الله سبحانه وتعالى، والله غيجيب ليه التيسير. هذه رسالتي للشباب ديال مدينة آسفي كاملة، وشكرا لكم كاملين، وشكرا لإذاعة أشواق لهذه الزيارة لهذه الالتفاتة اللي جاو عندنا اليوم. كنشكر أخ إبراهيم الصحفي الممتاز وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.